ارتبطت مهنة صيد السمك في الإمارات بعدد من الحرف التقليدية اليدوية التي توفر دخلاً للعاملين فيها يمكنهم من مواجهة ظروف الحياة القاسية. ومن ضمن هذه الحرف تأتي صناعة الليخ، وهي حرفة خياطة وحياكة شباك الصيد، كما تعد من الحرف الصامدة التي ما زالت محافظة على هويتها وموروثها التقليدي العريق. تعد صناعة غزل الليخ من الحرف اليدوية التقليدية الإماراتية التي مارسها الصيادون منذ سنوات طويلة لصيد الأسماك. والغزل يعد من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الصياد الحرفي في صيد الأسماك، وهو عبارة عن شبكة متعددة الفتحات تصنع بواسطة خيوط من النايلون أو القطن، وتختلف سعة هذه الفتحات وسمك الخيط تبعاً لنوع وطريقة الصيد ونوعية الأسماك المراد صيدها. كان الصيادون في الماضي يحرصون على صناعة الليخ بأنفسهم، وكان أيضاً هناك من يساعدهم في هذه الصناعة من أصحاب النخيل والذين يتقنون هذه الحرفة. وصناعة الليخ تتم بأدوات تقليدية بسيطة وتتطلب مهارات خاصة ودقة متناهية.